بطولة دورة الخليج. انزين ايضا شوفوا رياضينا شلون طلعوا، وشوفوا صحفينا شلون طلعوا، وشوفوا اليوم الاعلاميين انتم راح تطلعون ان شاء الله في المستقبل القريب لما يكون عندكم نقل مثلا مباشر، راح يكون عندكم هذا الحس. لذلك انا اتمنى ان منظومه دوره الخليج تظل، ان فيها منظومه اقليميه هي اسيويه، اكو عالميه، اكو صحيح خلص الخصوصيه، لان مثل كاس العرب الدوري البريطاني، الدوري الايطالي، الدوري كذا، يعني المفروض انه يكون صح. كوبا امريكا عندهم موجودين، ما يدخلون احد فيه يعني، فما في مشكلة لما يصير الدور الخليجي خصوصيته فعلا. صحيح كلامك وأنا مؤيد بعد. أنا ما أدري شنو مشكلة محمد بن حمام يعني. سؤال آخر يطرحونه عليك، يقول رأيك بمدرب المنتخب غوران؟ أنا طبعا يمكن أعذر الاتحاد الكويتي إنه ما كان عنده وقت فقط، لكن أجرموا في حق المنتخب الكويتي إنه حطونا مدرب في هذا المستوى. مستواه متواضع جدا. انا ما اقول لك يمكن كارلوس البرتو كان مدرب مغمور، بس مدرب ذكي. كان منو معاه؟ كان معاه افضل مدرب في العالم، المدرب الخاص حق بيليه زجاله، ولا زال هو كان مستشاره. لا زال إيه؟ فلذلك كارلوس البرتو يعني كان مغمور، لكن كان عنده ستاف قوي. احنا اليوم منو معاه؟ بعدين الكره الشرقيه، مع احترامنا وتقديرنا لهم، اوروبا الشرقيه بالستينات والسبعينات، يمكن اوائل الثمانينات وانتهت وراحت. اليوم اسبانيا، اليوم بلجيكا، اليوم انجلترا، اليوم البرازيل، سويسرا واليونان، اليوم هذول طفرات. يعني كابتن ما تأيد انه يكون، او تأيد المدرب الوطني اكثر؟ مع احترامي حقه، خلني اقول لك ليش. شوف، ما عنده الخبره الكافيه؟ لا، ما عنده الخبره، ما عنده الخبره الكافيه. بس خلني اقول لك ليش انا ايد المدرب، مو المدرب الاجنبي وبس، لا، انا ايد المدرب العالمي. يعني اتذكر لما يبنى لما منتخبنا جاب لوبانسكي، انا كانت وظيفتي، هذا عقب التحرير ابو صقر، اي كانت وظيفتي، عرفني اخوي فيصل محمد معي زميل بالكويتي، انا كنت مدير المحطات الخارجيه في الكويتيه، فكنت كثير السفر. في يوم من الايام كنت رايح حق مدير الكويتيه في هولندا في امستردام، كان المدرب هابل تونا شايلين لوبانسكي، تو صار له يمكن 10 ايام 20 يوم. واتذكر بالصدفه انا توالف مع الشيخ احمد الفهد في مناسبه، احد المناسبات، كان يقول لي ابو صقر احتمال نشيل المدرب لوبانسكي. قلت له ليش؟ اعطوه فرصه، مدرب عالمي عنده سمعه وعنده تاريخ، مدرب تاف يعني. الشيخ احمد الفهد هو اللي جابه؟ اي هو اللي جابه. وقال لي صار الضغوط ما ادري يعني، بس يعني ما اعطوه الفرصه الكافيه. شوف الاوروبيين لما يتفقون مع مدرب يعطونه ماكسيموم او مينيموم ثلاث سنوات صحيح، مينيموم ماكسيموم 5 سنوات حتى اللاعبين، لانه يستقر ويخطط ويفكر والى اخره. قال لي بنشيله. قلت له تريثوا في القرار. المهم انا شالوا برنسكي. كنت في بالاسانسير بالصدفه، ولا في نفس وليد مهنا في كنت انا رايح له في البيت قاعد عنده، ففي نفس الاسانسير نزل معنا المدرب هابل، مدرب منتخب هولندا. طبعا المدربين العالميين يعرفون بعض، عندهم رابطه وعندهم اتصالات وعندهم في تواصل بينهم، في تواصل كبير، ويحترمون بعض ويدافعون عن بعض. كان اسلم عليه، انا تفاجأت صراحه شفته معي بالاسانسير ومدرب غير عادي. سلمت عليه قلت له انا فلان وكذا والكويت. شو الكويت؟ يقول لي قلت الكويت. كان يقول لي انتم شلون تشيلون مدرب لوبانسكي؟ تدرون هذا منو انتم؟ هذا افضل ثالث مدرب في العالم، شلون تشيلونه؟ هو معروف الدب الروسي. تدرون ليش؟ انا اقصد انه ليش ما يكون عندنا مدرب عالمي؟ اليوم المدرب العالمي يجيب لك سمعه، صحيح، يعطيك انت قوه، يعطيك انت برستيج، بعدين يسلط الاضواء العالميه عليك. يعني خلينا نقول يجيب غارديولا مدرب برشلونه عندك يدرب، احنا جبنا لابورتا الاخوان في دوره الرضان بغى يبطون الصاله. نعم. لذلك انا افضل المدرب الاجنبي العالمي اللي عنده سمعه وتاريخ رياضي. جميل. سؤال اخير قبل لا نطلع فاصل. انت من الجيل الذهبي، جيل 82، جيل كاس العالم وكاس اسيا. صاحب فكره الخليج، ممكن تعطينا معلومه منو كان صاحب اقامه بطوله فكره الخليج؟ والله شوف، هو رياضي ولا المجلس الاعلى؟ لا 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 لا، شوف انا معلومه عندي ان البحرين، حكومة البحرين أو أحد من أبناء الأسرة الحاكمة في البحرين، أو أعتقد المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان الله يرحمه، الله يرحمه، أعتقد هو صاحب الفكرة، لكن
لكن اللي بلورها اكثر هو سمو الامير راح الشيخ جابر الاحمد رحمه الله عليه. سمو الامير الشيخ جابر اصر ان تقام هذه البطوله باسعى وقت ممكن، وبذلك اقيمت في البحرين. فلما قالوا طالما الفكره طلعت من البحرين فخلينا نخليها تقام في البحرين، وفازت فيها الكويت في ذاك الوقت. كان ما شاء الله بعد مو نجوم احنا ذلك، بعد عنده خربط في النجوم. والله احنا ودنا لا تنهد هالتنهيده، لا لانه يبيله رجع بالاسى يعني جيل نفس الجيل هذا ما نستفيد منه. نقول يا زمان ارجع، بتكلم في الجزئيه بعدين. بس في شغله ما قلت لك اياها عزيزي المشاهد، نطلع فاصل ونرجع نكمل غبقتنا. أنا أقول عودة مرة أخرى عزيزي المشاهد، ما زلنا معكم برنامجنا غبقة، وأيضا أرحب بضيوفي مرة ثانية الكرام اللي شرفونا في غبقتنا، وإحنا تكلمنا كثير وعن الرياضة وعن هذا عن الشيخ أحمد الفهد وعن ايه الرياضة كل شيء تجاذبنا وأطراف الحديث. أنا ايه خلنا نسمع قصيدة من قبل قصيدة خالد، بس نبي نونس مرة أخرى نقول أسامي الفايزين. ايه نستأذنك يوسف شاعرنا المميز. المركز الأول الهنوف سعد الخالدي، فازت معانا بساعة الماس. الهنوف سعد الخالدي. زيد عبد اللطيف بشير فاز معانا بتذكرة سفر كويت دبي كويت. المتسابق الثالث دلال خالد الدوسري فازت معانا كوبون إقامة فندق سويس بالبلازة 3 ليالي. كان السؤال أمس ما هي أول صورة نزلت في مكة المكرمة، وكانت صورة العلق. سؤالنا اليوم خالد نحب نذكر فيه، يعني اتفقنا انا وعبد الرضا عباس ان اول من صام عدل ابو صقر، ولا غيرت وجهه نظرك؟ لا لا وياك وياي قلنا ادم هو اول من صام. نعم كان يصوم كل 3 ايام، كل شهر 3 ايام. فاول من صام سيدنا ادم عليه السلام. نسمع من ابو يعقوب قصيده. تسمعون غزل؟ غزل غزل. نسمع غزل ليش لا؟ عشان يهدي عبد الرضا عباس في شباب. بصقر جاي بحماسه في زواج اللاعبين كاس العالم، فيها زواج ثاني بعد 8000. قول يمكن الله يرزقنا بشيء. انا قلت حق بصقر، قلت له بالفاصل، قلت له انت المفروض اول ما اسالك السمي قال لك بصقر متزوج حلمه ولا حلمتين، المفروض تقول حلمتين. قلت له في الساعة هذه مرتك وتحيي وتحيي وتموت 20 مرة لين تطلع ترجع. ايش حق اعلمها عاد؟ وبعدين بكرة ما في مربين ولا في لا صدق يعاقبوني كذي؟ لا اذا راح البيت ودرت انه بس مسوي فيها دقة من باكر بتشوف السفرة ليش سكة. صدق انت بعد هو دخلها الخط ورجعها ورا يعني. لا بس هي تسوي لي اليوم جنة باكر، تسوي لي سبور. انا احب اكل من ايدها السبور. فمرات انا طبعا قليلين ياكلون صبور برمضان، قليلين جدا، لان صبور طبعا يعطش دسم ويعطش يعطش. واذا كان دسم والحين حزتها صحيح، احنا الحين في بنق رمضان حزتها. فانا صار لي كم يوم، مو صار لي كم يوم رمضان هذا ما اكلت صبور، فبروح اشتري. فاذا ما سويت لي انا احتمال تلحق نصيحه. لا وبشركم دلق سهيل اليوم اي خلاص، بس يعني الحمد لله الجو ده ان شاء الله يتعدل باذن الله. الرزاية ما تصيب من الرجال إلا الأبي، والحديد اللي يتعصى ما يفتش إلا الحديد. والتخاذل عادة الأيام وبنادم غبي، يترك العليا ويطمع يوم يطمع بالزهيد، وأنا ماني لا رسول ولا إمام ولا نبي. أحمد الله بيسر الأشياء وبالأمر شديد، احمد الله حطني حيث ما نفسي تبي، بين عنترة والفرزدق وابن حجر والوبيد. ولأن العز ورث من جدودي لأبي، فبسيف العز لنا كل مجد ومجيد، فلنا العليا تباعا بين كهل وصبي، ولنا الجود لزاما بين شيخ وعقيد، ولنا الهامات تحنو في النهار الصيهبي، ولنا السدة والسؤدد والرأي سديد. فاعلموا إن لم تكونوا قد علمتم مطلبي، ودعوا الأيام تدني كل قاص وبعيد، إنني الليث الضبارم والنهيك العصلبي، وأنا الساكن طوعا كل قفر وصعيد. قد سموت اليوم مجدا فتدلى هيدبي، فاستزيدوا إنني القادم كالعهد الجديد، وابلغوا عن قاء أن الشوق أدنى نصبي، فكواني الهجر بعد الوصل والعيش الرغيد. الله أكبر.
أبلغ العنقاء أن الشوق أدنى نصبي فكواني الهجر بعد الوصل والعيش الرغيد له فقلبي يا بها الخزل منمنم يا ظبي يا الكحيل بلا كحل لحف قلبي يا بها الخزل منمنم يا ظبي يا الكحيل بلا كحل يا الغض يا البض الخليد يا موردني عفافك العفاف أول ما ينزل من العسل يا موردني عفافك وانت تغشاك العبي كيف لا سكت المهلهل وانكشف ساقن وجيد لأخلق للشعر مثلي كان ما جيتك حبي لين أذوقك عشق من مطاك والقابك قصيد لعنب وحيك وانا فح مع عيونك مرقبي كيف نصير بعيوني صاحب الملك العتيد اتوقع منك شي لا بدا هز طنبي ياللي يبرأ لك في قلبي جرح والثاني يقيد طيفك اللي من لقانا العام سابيني سبي ما تلاشى وانت في قلبي تزاد وتستزيد وانا احبك في الكويت في الرياض ابو ظبي وانا لو عنك عيوني تحيد روحي ما تحيد وكان عقتني الليالي لا تجدي مركبي في العقل تأج المراجل والتمني ما يفيد الصبر محمود ميرا الوقت أثقل منكي والليالي تدبر وتقبل على ما لا نريد كنها تدبي على مظل من حلمي دبي تاخذ من العمر عمر وتاخذ من العيد عيد مكسبي معها بأني ما حسبت إيش مكسبي غاية من الفرح بعض الفرح لو للهم بيت صح لسانك صح لسانك مبدع والله يا ابو يعقوب غير غرنوق هالظبي هذا اللي شارعين قلبه الرياض ابو ظبي احلى احلى بيت ترى عجبني اللي يقول لك اللي بدايه العسل اللي هو العفاف يا موردني عفافك عفاف العفاف وانت غشاك العبي شيء عجيب يا اخي كيف لا سكت المهلهل وانكشف ساقن وجيد اخي تفضح رهنا والله اي والله فيصل مزين عندك اي انا بس اخوي ابو صقر تكلم وقال عن الوضع يعني وضع الرياضي في الكويت وانا امانه ماني انا سياسي ماني مختص في الشق الرياضي لكن عندي معلومات عامه حالي حال اي مواطن كويتي وانا ايد واقول ان يعني كلام اخوي ابو صقر انه شيء مؤسف لكن في مصلحه من يتم هذا الوضع ولماذا لا يكون هناك قرار حاسم من السلطات العليا ليش الوضع قاعد يستمر احنا عارفين ان هناك مشكله بين شخصين او بين طرفين في الكويت وهم المشكله في الكويت انا ما يهمني انا ما يهمني فلان او علان انا يهمني مصلحه الكويت يجب على من بيده القرار ان يحسم هذا الامر لان سمعه الكويت فوق الجميع تعيين رئيس هيئه جديد وتناولناها انا وابو صقر قبل شوي ايه؟ قال ممكن يعالج المشكله لا انا اعتقد لا يسمح لي اخوي ابو صقر اعتقد ان الامر يجب ان يحسم من وين من اصحاب القرار ممتاز حسم تام ممتاز ما في هذا كلام صحيح اي خلصنا يعني وصلنا الى مرحله يعني الفنيه الزرقاء مع احترامنا حق اخونا العجمي الفنيه الزرقاء لما كانت تنزل ويصحح ان اخوي كان يحسب لها 1000 حساب يحسب لها 1000 حساب لا ترهب لا 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 الخصوم الان في بطوله اعتقد اللي كان في مع احترامنا حق المنتخب اليمني سجل علينا جول من ابدع الاقوال مو عيب لكن هذا منتخب الكويت اللي وصل اول منتخب خليجي يوصل كاس العالم وين تاريخ الكويت؟ وين الأجيال الأيام الذهبية؟ عندنا شباب فيهم طاقات لكن مع الأسف السياسة فرقتنا قال كلمة حلوة قال إحنا لما كنا في المعسكر كنا على قلب بعض نحب بعض جو أسري جو فريق عمل واحد يخاف على الثاني أنا أدعو من قناة الشاهد المحترمة لأصحاب القرار بأن يحسم هذا الملف بأي شكل من الأشكال لكي خلاص يخي نطلع ملينا من القيل والقال احسم الموضوع الشعب الكويتي ما يهمه فلان ولا علان نبي ابو حمد جميل محمد كرم كان عندنا قبل يومين اعتقد قال لو في تنازلات يعني لو واحد فيهم يتنازل راح تحل المشكله صحيح محمد يعني كرم قال لو يتنازل شخص طلال قال حرفيا صحيح نعم. انا استغرب يعني ليش مثلا هو تحامل شوي يعني المفروض انه يقول واحد فيهم يتنازل شو تنازل فيه وش اللي تنازل فيه طلال فهد طلال فهد اصلا وضع غير قانوني داخل في حكم بو صقر حكم اسمح لي اسمح لي والله هذه دوامه يا جماعه الخير هذا اللي اقوله زين خلينا نحسب الموضوع متنازل اقل من ثلاث دقائق ابو صقر على عجاله تناولنا قضيه تعيين احمد النواف وقلت ليش ما يحل جزء حل من المشكله تعيين رئيس هيئه يعني اصلا فيصل الجزاف مو هو صلب المشكله فيصل الجزاف جاته اوامر انه من الوزير انه في هناك انديه وهذا الكلام وانا اقول لكم احنا قابلنا معالي وزير الشؤون الاستاذ الفاضل
محمد العفاسي